خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية، القاهرة الإخبارية التي لا تنقطع التغطيات على شاشتها. ها نحن نتابع معكم خلال التغطية التالية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية في القطاع، فضلاً عن تصاعد التوتر في المنطقة بأسرها والجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. قصف، دمار، جوع، فيش أكل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة 124 آخرين خلال 24 ساعة. وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد شهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 40,223 شهيدا، بالإضافة إلى 92,981 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وصفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لويز واتردج، وصفت الوضع في قطاع غزة بالفاجع. وقالت المسؤولة الأممية إن الموت هو الأمر الوحيد المؤكد بالنسبة لسكان القطاع، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن صفقة التبادل. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخلافات بشأن القضايا العالقة لم يتم حلها رغم التصريحات الأمريكية المتفائلة. قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا إيفيغدور ليبرمان إن القرار الذي يجب اتخاذه الآن هو الفصل التام بين إسرائيل وقطاع غزة. وطالب ليبرمان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة عزل غزة عزلا كاملا دون كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا بضائع. وكان ليبرمان قد انتقد في وقت سابق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أنه حان وقت رحيله. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد سقوط 3 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان في محيط مرجليوت بإصبع الجليل. تظاهر آلاف الأمريكيين على هامش انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة. ففي ضوء الحرب الدائرة بالقطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، بات من الواجب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أن تحقق التوازن في معادلتها الانتخابية بين الصوت اليهودي من ناحية
ومن ناحية أخرى صوت العرب والمسلمين. للمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا رامي. كيف ستنجح كمالا هاريس في تحقيق المستحيل، التوفيق بين هذين الصوتين المتعارضين؟ مرحبا محمد. في الحقيقة لا أراه أمرا صعبا أن توفق ما بين الصوتين، لأنه ببساطة هناك عدد لا بأس به من اليهود الأمريكيين ضد فكرة الحرب الإسرائيلية على غزة، فليس من الصعب أبدا أن تستطيع كمالا هاريس، وهنا الأمر ليس منوطا بها فقط، الأمر منوط بكامل الإدارة الأمريكية الآن. الإدارة الأمريكية الآن تعمل على ذلك، تعمل على محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قد ينعكس بالإيجاب على توجهات الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين في الانتخابات المقبلة وتشجيعهم على منح أصواتهم لإدارة ديمقراطية أو لكمالا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية. هاريس وحدها لن تستطيع أن تفعل ذلك، حملة هاريس وحدها لن تستطيع أن تحقق ذلك، فالأمر مشروط بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، على ذلك يفتح المجال لتشجيع هؤلاء بمنح أصواتهم لكمالا هاريس. ولكن دعني أقول لك حتى نكون أكثر دقة وأكثر صراحة أن الأمر ليس على رأس أولويات قائمة شواغل كمالا هاريس، بمعنى أنها لديها ما هو أكثر وما هو أهم لتفعله لتهزم دونالد ترامب. فأصوات العرب والمسلمين، ورغم أنها في النهاية كتلة تصويتية يجب يعني الاهتمام بها من جانب كلا المرشحين، ولكنها في النهاية ليست كتلة موازنة قوية يمكنها أن ترجح كفة مرشح على الآخر. ولكن في هذا الوقت ومع الفوارق الضيقة ما بين المرشحين في استطلاعات الرأي، فكما يقول الأمريكيون every vote counts، أو كل صوت مهم أو كل صوت يدخل في الحسابات. فلذلك كمالا هاريس لا تريد أن تخسر هذه الأصوات، كما أن بايدن وإدارته لا يريدون لكمالا هاريس أن تخسر أصوات العرب والمسلمين. لذلك يجري العمل وبسرعة وبسرعة شديدة أيضا على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حتى يشجع ذلك هؤلاء على أن يمنحوا أصواتهم لكمالا هاريس. في الحقيقة أيضا هناك عامل آخر تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز بالأمس، وهو أنها عندما استطلعت آراء بعض المتظاهرين وقالت لهم هل ما تفعله الإدارة الديمقراطية سيجعلكم تحولون أصواتكم للتصويت لدونالد ترامب، فكانت الإجابة لا. من كانوا موجودين هناك أو على الأقل من استطلعت نيويورك تايمز آراءهم قالوا إننا لسنا بصدد تغيير أصواتنا أو التصويت لكمالا هاريس أو ترامب أو غيرهما، نحن فقط نريد أن نقول كلمة حتى تصل إلى هذه الإدارة وحتى تصل لمن هم مجتمعون داخل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، نريد أن نوصل إليهم هذه الكلمة لا أكثر ولا نعم أقل. يا رامي. بالطبع لأننا القناة التي تعرفها ويعرفها مشاهدوها قناة عربية لها التزامها بالثوابت العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، نحن مهتمون للغاية بتلك المظاهرات التي تريد أن تقول للديمقراطيين إن الفلسطينيين لهم الحق في الحياة. لكن نحن نعرف كذلك يا رامي أن هناك مظاهرات مضادة في ذات المكان تقريبا تنظمها إيباك وغيرها من جماعات الضغط الإسرائيلية واليهودية عموما في الولايات المتحدة. نعم صحيح. هذا ليس فقط في شيكاغو الآن حول مقر انعقاد مؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، هذا في كل مكان في الحقيقة محمد. يعني لم تنظم مظاهرة واحدة داعمة لإسرائيل فقط كحدث مستقل سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك منذ عدة شهور طويلة. دائما ما تنظم الجماعات الداعمة لإسرائيل هنا في الولايات المتحدة ما يمكن أن نطلق عليه المظاهرات المضادة، أي أنهم يستغلون وجود أعداد كبيرة
من المتظاهرين الداعمين القضية الفلسطينية في مكان ما، فتتوجه كاميرات وسائل الإعلام الأمريكية والعربية والعالمية لتغطية هذا الحدث، فإذا بمجموعة صغيرة من بعض المتظاهرين الذين يرفعون علم إسرائيل يظهرون في الصورة، أحياناً يتبادلون الشتائم مع المتظاهرين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، فيخطفون بعض اللقطات من كاميرات وسائل الإعلام. أحياناً تكون هذه المظاهرات كبيرة نوعاً ما، أحياناً تكون تقتصر على عدة أفراد فقط، ولكن دائماً ما يريدون أن يقولوا أنهم موجودون. هل هناك أي تمييز في تعامل الشرطة الأمريكية ما بين هاتين الكتلتين اللتين تتظاهران في ذات التوقيت وذات المكان كل مرة؟ من ناحيتي وبحضوري لعدد كبير من هذه المظاهرات التي أقيمت هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن في أوقات سابقة، لم ألحظ ذلك في الحقيقة ولم ألمس ذلك، بل بالعكس الشرطة يهمها أن يتم الأمر بسلام. يعني الشرطة شعارها لا مانع لدينا أن تتظاهر طالما ستلتزم بالقانون ولن تحصل اشتباكات. ويعني أذكر أنه ذات مرة جاءت يعني جماعة من المؤيدين لإسرائيل عبارة عن 6 أشخاص لا أكثر، وسط حشد كبير من المؤيدين للقضية الفلسطينية عند جامعة جورج واشنطن، وبدأوا في إطلاق الشعارات المضادة للفلسطينيين والمضادة لحماس، وبدأوا كالعادة في تبادل المشادات الكلامية والشتائم مع المظاهرة الأخرى، فما كان من الشرطة سوى أن حملت هؤلاء 6 برفق وقالت لهم رجاء ابتعدوا حتى لا يكبر الأمر ولا يتحول إلى يعني عنف. كل ما يهم الشرطة أن يلتزم المتظاهرون من الجانبين بالقوانين التي وضعتها الشرطة، وألا يحصل بينهم اشتباكات، وأن تكون المظاهرات سلمية بلا عنف. وربما من أول أمس عندما عمد بعض المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في شيكاغو إلى كسر أحد الحواجز الأمنية حول مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، هنا بدأت الشرطة تتدخل واشتبكت معهم وألقت القبض على عدد منهم. بحسب أسوشيتد بريس وصل هذا العدد الآن إلى 55 شخصا فقط عندما تجاوزوا السياج الأمني المحيط بمقر انعقاد المؤتمر. فيما عدا ذلك تتعامل معهم الشرطة بالشكل القانوني وبالقواعد المحددة سلفا لرجال الشرطة للتعامل في مثل هذه الأمور. رامي، أقدم لك وافر امتناني. رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن. أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال 7 أشخاص هاجموا الشرطة خلال مظاهرة للحريديم قرب مكتب للتجنيد في القدس المحتلة. وكان المئات من المتظاهرين اليهود المتشددين الحريديم قد تظاهروا احتجاجا على تجنيدهم في جيش الاحتلال. ووقعت اشتباكات عنيفة أثناء التظاهرات بين اليهود الحريديم ومستوطنين مؤيدين لتجنيدهم، مما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين. وأغلقت شرطة الاحتلال مكتب التجنيد والطرق المؤدية إليه لتفريق الاشتباكات، بينما تعهد الحريديم باستكمال تظاهراتهم حتى إلغاء قرار المحكمة العليا الخاص بتجنيدهم. تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة الزميلة الكريمة دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية هناك. مرحبا بك دانا. أحب في البداية أن أعرف لماذا لا يريد الحريديم أن يجندوا، لأنهم جبناء أم لأسباب دينية أم لأسباب سياسية أم ماذا يا دانا؟ في الحقيقة كلها مجتمعة، ولكن السبب الرئيسي الذي تقوله هذه الجماعات هي أنها متواجدة في أرض إسرائيل، أرض الآباء والأجداد على حد زعمهم وتعبيرهم، يقومون بدراسة التوراة، يقدمون الدعوات والصلوات لأجل حماية هذه البلاد. هدفهم الرئيسي وسبب تواجدهم في هذه البلاد هي دراسة التوراة الدينية اليهودية وتقديم الصلاة لحماية من يعمل في الجانب العسكري والسياسي الإسرائيلي وفق الديانة لدى هؤلاء المتزمتين أي الحريديم دينياً.
يقولون بأنهم تواجدوا فقط لدراسة الثورة. يعني يا دانا هم يجاهدون بتحريض يهوى على الفلسطينيين، هذا جهادهم يعني؟ بالفعل. الطريقة يعني كما نقول محمد، كل يقاوم في طريقته. أيوة. على الجانب. أيوة. الفلسطيني وعلى الطريقة الفلسطينية. هؤلاء يقولون أن دعمهم لدولة الاحتلال أو لإقامة هذه الدولة المزعومة يكون من خلال دراسة التوراة، حماية هذه البلاد من خلال الصلوات التي يقدمها طلبة هؤلاء المعاهد التوراتية والدينية. لذلك يقولون بأنهم ينشغلون في الأعمال الدينية، ولا وقت ولا متسع لديهم للقيام في الأعمال الدنيوية، وحتى أنهم ذهبوا في تبجحهم أكثر من ذلك بخلال الشعارات التي خطوها على لائحات ولوحات كتبوا فيها نموت ولا نتجند، أي أنهم وصلوا إلى الدرجة التي يفضلون فيها الموت على الانخراط في العمل. لكن يا دانا أنا بعد تفكير، موجة ثانية من التفكير في هذه القضية تحديدا، اكتشفت أنه فليكن، يعني فليكن كل الإسرائيليين حريديم، هذا طيب بالنسبة للفلسطينيين وللقضية. علنا لم نجد مجند بعد في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلهم اكتفوا في الدعاء والصلاة ونحن اكتفينا في تحرير البلاد. هذا ما نأمله، ونأمل أكثر فأيضا من الجانب الفلسطيني أن تتزايد هذه الجبهات الداخلية والتي هي التي ممكن أن توقع في هذه الحكومة الإسرائيلية. في العناوين الإسرائيلية والمنشيت الإسرائيلي يكتب زلزال يعصف في حكومة الائتلاف الحكومي، ويقصدون بذلك ليس هذه التظاهرات التي كنا نتحدث عنها في 7 أكتوبر وحتى اللحظة من اليسار من عوائل المحتجزين، بل هذه التظاهرات حتى وإن كانت بأعداد ضئيلة لا تقارن بالتظاهرات التي تكون في تل أبيب في القدس المطالبة بإنهاء الحرب وإنهاء هذه الحكومة، ولكن الائتلاف الحكومي يعمل حساب لهذه التظاهرات أكثر من التظاهرات كلهم. لماذا؟ لأن حكومة نتنياهو قائمة على ائتلاف حكومي، متجمعة هذه الحكومة من أحزاب دينية صهيونية، ونقصد بذلك إتمار بن غفير وسموتريتش، أو أحزاب دينية متطرفة ونقصد بذلك الحريديم اليهود الأرثوذكس، حزب شاس تحديدا، ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا إذا ما تم إجبارنا على التجنيد العسكري فقط لن ننسحب من الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحكومي، سنغادر أرض إسرائيل. وهذا تهديد حقيقي لبنيامين نتنياهو لخسران أعداد جديدة ممن فروا منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، كانوا قد قطعوا تذاكر ذهاب بلا إياب، وهذا كان تطور لافت بضرورة التمسك في هذه الأرض إذا كنتم تزعمون أن هذه هي أرض الميعاد كما يقولون، أرض الأباء والأجداد. ولكن أيضا يهودة هتوراة من الجانب الغربي الأرثوذكس الجانب الشرقي كلهم يرفضون الانخراط في التجنيد العسكري، وخاصة أن في الأسبوعين الماضيين كان هنالك قرار من المحكمة الإسرائيلية التي قضت بعدم تمويل عائلات الطلاب في المعاهد الدينية التوراتية، هذا ما دفعهم إلى أن يجنوا وأن يثوروا في الشوارع الإسرائيلية. كان هنالك تظاهرات، يعني تمويل حكومي دانا. بالفعل هذا تمويل حكومي تقدم إلى من يتقدم ومن يعمل على دراسة التوراة وعلى الالتحاق بالمعاهد الدينية التوراتية. اليوم بسبب عدم الالتحاق في الخدمة العسكرية الإجبارية التي فرضتها المحكمة العليا الإسرائيلية، كان هنالك قرار من المستشارة القضائية بأن يتم توقيف هذا التمويل، توقيف هذا التمويل. وهؤلاء في طبيعة الحال محمد لا يعملون، هم عالة على المجتمع الإسرائيلي أصلا، الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن توفير المسكن والطعام والمشرب وحتى تعليمهم في المعاهد الدينية، لذلك توقيف هذا التمويل دفعهم إلى الخروج بجنون. هؤلاء ليسوا فقط مصطلحا متزمتين، ولكن على أرض الواقع متبجحين في تمردهم، سواء من إغلاق الطرق، الاعتراض على سكك القطار وإغلاق محاور طرق رئيسية لخط المواصلات العامة في الداخل الإسرائيلي، الاعتداء على شرطة الاحتلال الإسرائيلية كما حدث اليوم أمام مقر ومبنى التجنيد في القدس المحتلة في شارع يافا غربها تحديدا، قامت الشرطة بالاعتداء عليهم، اعتقلت 7 منهم واستخدمت مركبة المياه العادمة لتفريقهم، حتى أن بعض اليهود العلمانيين كما يسمون أنفسهم اليساريين كانوا قد تواجدوا في المكان لرفضهم لمثل هذه التظاهرات وضرورة إجبار الحريديم
على دخول هذا السلك من التجنيد الإجباري، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات ليس فقط بين الحريديم وشرطة الاحتلال، بل أيضا بين الحريديم والعلمانيين في الشارع الإسرائيلي. ولربما هذا أخطر ما يهدد في هذه الحكومة الإسرائيلية، أن يصبح هنالك انشقاق في الداخل الإسرائيلي. دانا، في كل مرة، وهذا يمكن تفسيره نفسيا على الأقل، في كل مرة يحدث فيها شيء مما وصفته بالشقاق الداخلي في إسرائيل أو المزيد من الانقسام السياسي داخل النخبة الإسرائيلية، نسارع إلى التكهن الأقرب إلى التمني بأن حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو على وشك الانهيار، ثم لا تنهار يا دانا. لماذا لا تنهار؟ لأن نتنياهو يختار الأوقات الصحيحة لتمرير تصريحاته المناقضة والتي يرفضها الشارع الإسرائيلي، سواء من خلال التصريحات في أنه له نية جدية وإيجابية في التعامل مع ملف المفاوضات، وإذا كنا ربطناها في السياق الزمني لمثل هكذا تصريحات قبل زيارة بلينكن التاسعة الأخيرة إلى إسرائيل، كانت تتزامن مع دخول الكنيسة الإسرائيلية في فترة العطلة الصيفية. في هذه الفترة العطلة الصيفية لا يحق للحكومة الإسرائيلية أن تعمل على سحب الثقة من أعضائها أو إسقاط هذا الحكومة، أي أن كل تهديدات سموتريتش وإيتمار بن غفير ستكون مجرد يعني هراء كما وصفت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولن يستطيعوا إزاحة بنيامين نتنياهو. لذلك حاول استرضاء الشارع الإسرائيلي الجانب المصري والقطري وكذلك الإدارة الأمريكية بأنه جدي في إتمام المفاوضات، ولكن حينما جد الجد وجاء بلينكن رفض هذه المفاوضات، وخاصة بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقول إسرائيليا أن 42 من الشارع الإسرائيلي يرون بأن نتنياهو هو الرجل المناسب لإدارة رئاسة الوزراء الإسرائيلية، حتى أنه تفوق على خصوم الذين كانوا متفوقين عليه، وأقصد في ذلك جانس. لماذا؟ ذلك بعد موجة الاغتيالات والانتصارات العسكرية بين قوسين كما روج إليها في الشارع الإسرائيلي، ولربما العمليات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى تحرير محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. هذا ماكر كما يوصف أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى سياسيا، ويحاول استقطاب كافة الأطياف الحكومية سواء الدينية المتزمتة أو حتى الصهيونية الدينية أو حتى اليمين المتطرف وحزب الليكود الذي يرأسه، وحتى أنه يحاول البقاء والحفاظ على الوعود التي وعده فيها إياها زعيم المعارضة الإسرائيلي لبيد بأن يقدم له شبكة أمان في حال تم حل الحكومة الإسرائيلية، وكأنه يحيط نفسه في كل الاحتمالات كي يحافظ فقط على هذا المنصب السياسي. أشكرك شكرا مضاعفا يا دانا، الشكر لحضورك معنا، والشكر أيضا لك لأنك شرحت لي هذا اللغز الذي من فك يحيرني، لماذا تبقى حكومة نتنياهو رغم كل الشقاق وكل التهديدات والانشقاق؟ أشكرك شكرا جزيلا دانا أبو شمسية. حرمت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة نحو 630 ألف طالب وطالبة بالقطاع من استكمال عامهم الدراسي بسبب الأوضاع الراهنة، وقامت قوات الاحتلال بهدم وإخراج أكثر من 85% من مدارس القطاع من الخدمة، كما أن أكثر من 75% من مباني الجامعات تعرض للتدمير بالكامل. في خان يونس وكل شبر من غزة المحاصرة، أصبح الإنترنت والهواتف المحمولة وسيلة البقاء الوحيدة لطلاب القطاع بعدما دمرت الجامعات وقصفت المدارس، فتحولت الهواتف إلى شريان الحياة الوحيد لهؤلاء الفتية والفتيات المحاصرين. لا في نفسية منيحة إنك تخليك تركز أساساً وتتبع تدرس منيح، ما في طاقة أساساً، كل شوي انت بمكان، انت الان قاعد موجود في مكان مش عارف كمان شوي وين حتروح، فالاشي كتير صعب بصراحة، بس احنا مكملين رغم كل اشي، بس على امل انه ما يكون الوقت كله كل السنة راحت على الفاضي. مع كل انقطاع للاتصال بالانترنت يزداد شعور طلاب غزة بالعزلة واليأس، إنهم يعيشون على أمل أن يعود العالم ليضعهم في حساباته، أن يتحرك أحد لإنقاذ ما تبقى من أحلامهم. يعني حلمك، طموحك، جامعتك،
انت الان مش عارف لا تحقق حلمك ولا تحقق طموحك ولا موجود في جامعتك، كل اشي بيروح من ايدك وانت مش عارف ايش تعمل، يعني انت مش بايدك تعمل اي اشي. فالاشي كتير صعب صراحة، حتى لما تخلص الحرب احنا مش عارفين متى حترجع الجامعة، يعني غير السنة اللي راحت انا متأكدة انه في اكيد سنين جاية حتروح برضه. فالاشي كتير صعب صراحة. ففي هذا الواقع المظلم أصبح التعليم عن بعد الخيار الوحيد لطلاب غزة، فالهواتف تحولت إلى حبل هش يتمسك به الطلاب للبقاء على قيد الحياة، ليس فقط في معركة التعلم بل في معركة وجودهم. هلقيت إحنا عشان نقدر نتواصل على الإنترنت طبعاً مع الناس اللي بدنا إياها وننزل المحاضرات ونتواصل مع الجامعة ومع الدكاترة، بنضطر نيجي للمكان هذا اللي انتو شايفينه، طبعا بيت مقصوف وكله محفوف بالمخاطر، وبنفس الوقت هي بطاقة انترنت ضعيفة كتير، يعني بصعوبة كبيرة لما ننزل محاضرة او ننزل فيديو او نقدر نتواصل مع اي حدا، فكل خطوة إلنا محفوفة بالمخاطر وصعبة كتير. تجربة طلاب غزة تظهر قدرة الفلسطينيين على التكيف مع الأوضاع القاسية، فهي رمز للصمود والمقاومة، حيث يرفض الطلاب التخلي عن أحلامهم رغم آلامهم النفسية، ويبقى الأمل هو الدافع الذي يحرك هؤلاء الشباب للمضي قدما في واقعهم المؤلم. يشرفنا الآن مشاهدي الكرام، وللمزيد من التحليل لهذا الوضع شديد التعقيد في إقليمنا وخصوصا في قطاع غزة، يشرفنا من القاهرة سعادة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وكذا من القاهرة سعادة الدكتورة هدى رؤوف مديرة وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات، ومن رام الله الفلسطينية سعادة أحمد زكارنا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. وأبدأ مع الدكتور طارق فهمي. يا دكتور طارق، بدأ للكثيرين إنه إسرائيل سوت القطاع بالأرض، أخرجت مرافقه عن الخدمة، فعلت كل ما تريد، القدم الإسرائيلية الغليظة في كل مكان في القطاع، أهل القطاع لم يتبقى لهم من موطئ قدم آمن. لماذا لا يريد نتنياهو أن يوقف إطلاق النار وقد حقق كل هذا؟ لماذا يرسل وفدا تفاوضيا إلى القاهرة دون صلاحيات؟ لماذا يلعب هذه اللعبة، لعبة المماطلة والتسويف، وقد حقق بالفعل كل ما يريد؟ مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. هو بطبيعة الحال لم يحقق كل الأهداف حتى الآن، وأرجو ألا أكون صادما في بعض النقاط. هو طبعا لم يستطع أن يصل إلى قيادات حركة حماس، لم يصل إلا لعدد محدود من المحتجزين، بل يا دكتور الله يرحم هنية يا دكتور طارق، يعني خليني أشير لبعض النقاط المهمة التي ربما تفسر ما أقوله، وجزء منها طبعا مرتبط ب مجموعة من السياسات اللي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، تراجع في بعضها وكمل بعضها. أتفق مع حضرتك شكلا ومضمونا أن القطاع دمر بكل ما فيه، ونحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة إعماره، وطبعا بداية خطو مراحل جديدة في عملية إعادة تأهيله، بصرف النظر عن من سيحكم القطاع ومن يديره، وأيا كانت القوى الدولية متعددة الجنسيات أو قوة مراقبة عربية أو غيره من بعض الأطروحات، لأنه إسرائيل حتى الآن لم يعني تمتلك رؤية أو مقاربة حقيقية للتعامل مع القطاع أو إدارته بشكل عام، كلها أفكار عامة طرحتها مراكز بحوث وطرحتها بعض الشخصيات السياسية وما إلى ذلك. لم يحقق نتنياهو كثير من أهدافه حتى الآن، بدليل أن برغم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية الكبرى، إلا أن الرجل ما زال مصمما على تمشيط بعض المناطق، استهداف مناطق مدنية، استهداف مدارس، وقوع عديد من الجرائم الإسرائيلية في عمق القطاع تحت سمع وبصر العالم. وأنا أعتقد أن القضية مرتبطة بعدة أمور، أهمها في تقديري هو عدم وجود رؤية لإسرائيل في إدارة القطاع أو اليوم التالي. هو لم يعد هناك يوم تالي، إسرائيل اختصرت المسافات أستاذ محمد ودمرت القطاع بالتعامل معه. هو يفاوض على لا شيء، بمعنى أنه يشتري الوقت قبل الذهاب إلى الحل النهائي. كما تعلم حضرتك هناك رسائل للإدارة الأمريكية،
وهو استطاع أن يطوع في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي الأفكار والمقترحات الأمريكية في هذا الإطار، واستطاع أن يؤثر به، وتبنى للأسف بلينكن تصريحاته مع الموقف الإسرائيلي. نحن أمام 4 مسودات بالمناسبة وليست مشروع واحد أمريكي، كل مسودة مختلفة عن الأخرى في إطار الصياغات المتعددة وفي إطار ما هو يريد، ماذا يريد أن يحقق من بقائه في ممر صلاح الدين، لماذا قسم القطاع إلى ممرات، ممر ديفيد، ممر نتسليم، ممر صلاح الدين. لكن أنا لدي نقطة غموض أخرى يا دكتور طارق. تفضل. إلى متى يعني صانع القرار الإسرائيلي لابد أنه إنسان عاقل، يعني دعنا نختلف في أنه إنسان عنده ذرة من الرحمة، يعني دعنا نختلف في ذلك، لكن لابد أنه عاقل. عاقل، طيب حرب إلى الأبد، يعني هل هذا منطقي؟ هل هذا مفهوم في صيغ السياسة التي تعرفها أنت يا دكتور؟ أستاذ محمد، العمليات الكبرى في القطاع توقفت الآن، هو الحديث عن عمليات نوعية تكتيكية في عمق القطاع واستهداف منشآت مدنية، ويعني التعامل بأمرين الوصول لعدد من المحتجزين أيا كان، سواء جثث كما حصل خلال الساعات الأخيرة أو حتى أحياء أو ما إلى ذلك، والوصول إلى قادة حماس. الآن الخلافات بين المستوى السياسي والعسكري، لا توجد خلافات، يعني هذا كلام في الميديا الإسرائيلية والشغل الإعلامي في إسرائيل. إسرائيل على قلب رجل واحد، يعني الخلافات خلافات مهنية. ما يقوله فريق المفاوضين بالمناسبة في المفاوضات، الممثلين لقادة الأجهزة وممثلين للجيش وأمان والشين بيت شباك وغيره، دي خلافات مهنية حول طبيعة الترتيبات الأمنية ومهامها ودورها، وبالتالي لا يجب أن نعول عليها كثيرا، لأن هذا الكلام مصار في الميديا الإسرائيلية وأحيانا ننقله وهو غير صحيح، أنه توجد خلافات مهنية فقط بينها وبين نتنياهو. أما موضوع هو الرجل يستثمر في أمرين، الأمر الأول في وضع الحكومة، هو يتحدث عن قضية الوجود وليس الحدود، وجود الدولة. استطاع أن يطوع المجتمع الإسرائيلي بأنه يواجه حرب وجودية، وجود إسرائيل وليس مجرد الحدود أو الممرات أو الترتيبات الأمنية. عينه على الشمال وليس عينه على غزة. غزة بصرف النظر عن العمليات الإجرامية التي لا يزال يقوم بها، وهذه تتوافر بناء على معلومات استخباراتية بتقدمها مجموعة دلتا أو وحدة دلتا الأمريكية، ومعهم فرقة خاصة نوعية في الجيش البريطاني، هي التي تبحث، هي التي تعطي المعلومات، وبناء عليه تتحرك القوى الإسرائيلية لاستهداف منشآت ومدارس وغيرها بناء على هذه المعلومات، ويقع ما يقع سواء كان المحتجزين، وبطبيعة الحال المحتجزين لن يتم الإيصال إليهم بهذه الصورة. لكن عين نتنياهو الآن في ترتيب الأولويات هو الذهاب إلى مواجهة تدريجية مرحلية، وقد تفاجأ حضرتك أنه يقوم بعملية استباقية تجاه الشمال. الأهم الآن بالنسبة له الشمال، ولن ينتظر كثيرا على إيران. إيران واضح أن هناك تلكؤ داخلي، هناك صبر استراتيجي غير مبرر، هناك انخفاض في مستوى الحديث عن المواجهة، تصريحات عبثية للمسؤولين الإيرانيين، وكل يوم بيمر على عدم رد إيران بيعطي فرصة للجانب الإسرائيلي للاستعداد في ظل تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة في الإقليم، وعدد وإعادة ترتيب الأولويات وتموضع قوات أمريكية وبريطانية. وهذه نقطة مثالية كي أنتقل بها يا دكتور طارق إلى الدكتورة هدى رؤوف. دكتورة هدى، هل يقنع الرأي العام في طهران؟ هل يقنع بأفكار من نوعية نحن نتريث لنعطي فرصة، ربما تكون هناك هدنة، ربما تنجح المفاوضات، لا نريد أن نكون من يضع العصية في عجلات رفع الضر عن أهل غزة؟ هذا يقنع الإيرانيين الذين شحنوا بفكرة الانتقام الوشيك يا دكتورة؟ مساء الخير. طبعا إيران يعني بعدما روجت لفكرة الرد والانتقام، ويعني ردا على اختيار إسماعيل هنية، بنجد أنها بدأت تبرر الآن لعدم الرد أو التلكؤ والتأجيل لعدة أسباب. هي تتحدث عن أنها مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ محمد، أنها بتتكلم عن أنها لا تريد أن تكون سبب في تعثر المفاوضات وقف إطلاق النار، وبالتالي هي بتروج لفكرة أنها تقدم مصلحة الفلسطينيين على فكرة الثار، لكنها من جانب آخر بتأكد على حقها في التمسك بالرد على
الضربة أو العملية الإسرائيلية، وبالتالي هي بتتمسك أو يعني تقول إنها متمسكة بهذا الحق من جانب، لكنها لن تستخدمه الآن طبعا تجنبا لتعثر المفاوضات. الأمر الآخر اللي بتقدمه كتبرير، وبالمناسبة ده موجود في الصحف المرتبطة بالمتشددين أو حتى الصحف الإصلاحية المحسوبة على التيار الإصلاحي، نجد نفس المبررات يعني بيتم ترويجها في كثير من الكتابات والتحليلات. المبرر الآخر هو فكرة إن نتنياهو حينما قام بهذه العملية كانت له أهداف أنه يريد جر إيران إلى حرب أوسع والتصعيد معها وجرها إلى مواجهة مع واشنطن، وبالتالي فإيران سوف تقوم بتفويت هذه الفرصة على نتنياهو. هذه من ضمن الأمور أيضا التي يتم ترويجها، وهو أنها لن تنصاع إلى مخطط نتنياهو، لكنها ما زالت طبعا بتؤكد على فكرة حقها في هذا الرد. لكن طبعا حقيقة الأمر هو الموضوع مرتبط ب يعني حسابات أخرى معقدة، سواء كان ما يتعلق ب هل سوف تقوم بهذا الرد بالتنسيق مع الجماعات المسلحة في المنطقة في نفس التزامن في نفس التوقيت، فكرة أن يكون هناك مثلا غرفة عمليات يتم من خلالها التنسيق بحيث يتم توجيه الضربات، يعني بفرض أنه سوف يكون هناك ضربات منسقة ما بينها وما بين ما يسمى بمحور المقاومة أو الميليشيات المرتبطة بإيران. طبعا الأمر معقد جدا. التعزيزات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة مؤخرا طبعا هي سبب حقيقي لردع إيران، لكن في تصوري طبعا هناك أسباب أخرى بعيدة تماما عن، وخصوصا أن الإدارة الأمريكية هددت بوضوح يا دكتورة هدى أنه سيكون هناك ألم إيراني فادح إذا ما مست إيران إسرائيل بهذا الانتقام الموعود. لكن أنا سؤالي هو عن طبيعة العلاقة بين الشعب الإيراني والميديا المحسوبة على النظام في طهران، هل يقتنعون بما تقدمه لهم هذه الميديا من حجج وخصوصا أنها متناقضة؟ يعني في البداية سننتقم انتقاما مهولا للشهيد الضيف الذي اغتالته يد الغدر الإسرائيلية في عقر دارنا، ثم سنؤجل هذا الانتقام ربما إلى أجل غير مسمى، يقتنعون بذلك؟ يعني هو خلينا واضحين، يعني سواء اقتنع أو لم يقتنعوا، إيران دولة لن تعبأ بالرأي العام. دليل أنها حينما كانت تندلع المظاهرات في السنوات الخمس الأخيرة منددة بسياسة إيران وتوجيه الموارد نحو سوريا ولبنان ودعم الحوثيين في اليمن، لم يعبأ النظام الإيراني بهذه المظاهرات، بالعكس ومستمر حتى في تخصيص يعني دعمه المالي والعسكري لهذه الميليشيات. وبالتالي الرأي العام في النهاية سواء اقتنع بهذه المبررات أو لم يقتنع لا، لكن طبعا في النهاية هناك اقتناع بأن إسرائيل تريد جر إيران، أن إسرائيل أن إيران نفسها لن تتحمل أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة، وأن هذه التعزيزات طبعا يعني كافية أنها تردع إيران عن يعني أنها تقوم بهذا الفعل. هناك أمر آخر كانت تروجه إيران وهو كان واضح، هي فكرة كثافة المحادثات أو الدبلوماسية الإقليمية والدولية. بنتكلم عن أن ماكرون تكلم مع الرئيس بازشكيان عن فكرة أن هو عدم الرد، بنتكلم على وزير خارجية الأردنية الذي ذهب إلى طهران. طبعا إيران يعني ماهرة في توظيف هذه الصور كنوع من البروباغندا بأن هناك من يخشى ردها وهذا الفعل، وبالتالي طبعا الناس يعني بترى هذا. لكن في النهاية سواء اقتنعوا بالمبرر الإيراني أو عدم الاقتناع، هناك طبعا في اقتناع بفكرة أن إيران لن تصمد أمام إسرائيل أو لا تقوى على مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، وأن إيران لا تريد أن توجه إليها أي ضربة من الطرفين إلى داخل أراضيها. وبالتالي هذا سبب كافي أن الناس تقتنع، يعني ليس باقتناعا يعني بمعنى أنهم مؤمنين بما يقوله النظام الإيراني أو مقتنعين به إلى درجة كبيرة، ولكن في النهاية الرأي العام في إيران ليس له أي فعل، ليس في المعادلة الخاصة بالسياسة الخارجية يعني أو الداخلية حتى. نعم، أذهب الآن إلى ضيفي الكريم الأستاذ أحمد زكرنا في رام الله. أستاذ زكرنا، فاجأنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقراره زيارة غزة، ثم التداعيات التي بعد لحظة من التفكير توقعناها، إسرائيل تلعب دور سلطة الاحتلال، تقول إنها لن تسمح له بزيارة أرض فلسطينية، هو الحاكم الشرعي لها المنتخب
لها. اشرح لنا هذه الصورة، لماذا قرر الرئيس الزيارة وما انطباعه عن القرار الإسرائيلي بمنعه من الزيارة؟ مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى ضيوفك الأكارم وعلى المشاهدين. يعني هذا القرار بكل الأحوال أتى متأخرا، كان منتظر أن يأتي قبل ذلك بكثير، جاء اليوم لأسباب متعددة. باعتقادي الشخصي أن جميع السبل قد سدت أمام المسار السياسي، أمام الرئيس عباس الذي ينتهج نهج التسوية السلمية وليس المجابهة العسكرية. وهناك العديد من الأحاديث حول مسألة اليوم التالي، وهي قضية لربما تؤخذ في الإطار العام على أنها محاولة لوقف نزيف الدم، ولكن في حقيقة الأمر هي تؤسس في العمق إلى إنهاء القضية مرة واحدة وللأبد، لأنك إن عالجت هذه القضية بمعزل عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 عمليا ستخرج جغرافيا غزة عن حل الدولتين الذي ما زال النظام الدولي يتحدث عنها. بهذا المعنى حاول الرئيس عباس، وأنا هنا استدعيت مقولة الرئيس الراحل أنور السادات في العام 73 حينما قال اليوم بات للجيش المصري وبات لمصر درع وسيف. هذا الدرع هو الدرع السياسي والسيف هو السيف القانوني. الدرع السياسي بأن هذا الإقليم هو تابع لوحدة إقليم الدولة الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وهناك من يمثل سياسيا هذا الإقليم ومعترف به حول العالم وفي جميع المنظمات الدولية، وهذا هو الدرع القانوني. وكل تداعيات الأمر وما يحدث حول قضية المحادثات والمفاوضات والصفقات نجده لا ينجح. لماذا لا ينجح؟ لأن المحاولة هي محاولة تجزئة الحل وليس إكمال الحل، هي محاولة خداع استراتيجي بالنسبة سواء للإدارة الأمريكية أو حتى لنتنياهو الذي يقوم بدور لاعب النرد الذي يريد أن يقامر، إما أن يربح كامل الحرب ويقول هذا أنا الملك، وإما إن فشل يقول أفشلني الصديق الأمريكي والحلفاء الغرب الأطلسي وإلى آخره، وقد يهدم المعبد بحسب نظرية شمشون على رؤوس الجميع. بهذا المعنى حاول أن يرمي الرئيس محمود عباس حجر في هذه المياه الراكدة، يقول بأن منظمة التحرير حاضرة، يرسل رسالة أعتقد أنها لم تصل لربما، أو البعض لم يريد له أن يسمعها، لحركة حماس تحديدا، بأن تعالوا لننهي الانقسام فعليا وليس على طاولة المفاوضات الداخلية. كانت هناك محادثات في بكين أفضت إلى مشروع وحدة وطنية، لماذا لا يكون هذا المشروع عملي؟ بمعنى بالمناسبة أستاذ أحمد، كثيرون في وسائل الإعلام العربية الرئيسية وخصوصا في تجليات تلك الوسائل على مواقع التواصل يتجاهلون تماما ما حدث في الصين. لماذا؟ لأنه الأمر مقطوع بشأنه، هذا كلام نظري لا يمكن أن يتحقق، وإنه حماس طالما فيها نفس لن تترك غزة للسلطة، هذا أمر مقطوع به. ما قولك؟ للأسف يعني لا أريد الجزم بهذا المعنى، ولكن لنكن صرحاء، أضعفت القضية الفلسطينية، أضعف النظام السياسي الفلسطيني، أصبح هناك لاعبين يتدخلون على كل الساحة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. كل هؤلاء لا يريدون الخير للقضية الفلسطينية، وإن أتينا للمشهد العام نحن نستطيع التحدث عن ملف فلسطيني تتقاذفه لغة المصالح بين
ثلاث جبهات على وجه التحديد. الجبهة الأولى هي الجبهة الأمريكية التي تحاول إدارة التوحش تحت مظلة إدارة النزاعات، وتحاول أن تستثمر هذه الإدارة بأجندة إلى علاقة بالانتخابات الداخلية، إلى علاقة بوضعها حول العالم، إلى علاقة بصراعها في منطقة النفوذ وهي منطقة الشرق الأوسط، علما بأن هناك من حذر على الجبهتين الإسرائيلية والأمريكية بأن هذه المفاوضات الأخيرة هي على وشك الانهيار، وعلما بأن هناك من يدعو كما ليبرمان الذي أشرت إليه في بدء هذه التغطية بأنه يدعو إلى يعني قطع الماء والكهرباء والغاز، يعني اقتلوهم اقتلوهم، وهناك جبهة إسرائيلية اقتلوهم بالعزل طبعا يا أستاذ 100%. وهناك جبهة إسرائيلية يقودها نتنياهو ويتبع سياسات الباب الدوار، يدخل من باب ويفتحه ويخرج من باب آخر ويضع عراقيل ما بين البابين، وبالتالي لا تصل إلى أي نتيجة، لأن نتنياهو لديه أهداف معلنة وأهداف غير معلنة. كل ما ندور حوله أنا وأنت والدكتور فامي والدكتورة هدى هي الأهداف المعلنة، ولكن الأهداف غير المعلنة هي التطهير العرقي، هي الإزاحة السكانية، هي التهجير الطوعي، هي إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان في غزة، و إقامة إسرائيل الكبرى مؤقتا ما بين الماء والماء في فلسطين. طيب اسمح لي بهذه النقطة تحديدا أستاذ ذكرنا، اسمح لي أن أعود إلى الدكتور طارق فهمي في القاهرة. دكتور طارق، نحن ندرك أن هؤلاء الذين يتوسطون في هذه المفاوضات الشاقة منذ 7 أكتوبر تقريبا أو بعيد ذلك هم من أكثر الناس في العالم يمكن الذين يفهمون القضية فهما عميقا، يفهمون نفسيات الأطراف المشتبكة في هذه القضية، وأزعم أنهم يعرفون جيدا ما تفضل به توا الأستاذ ذكرنا، الأهداف الخفية والأهداف المعلنة بالنسبة لنتنياهو وحتى بالنسبة إلى الطرف الآخر في غزة. لماذا يواصلون التوسط بينما هو يفشل بلا انقطاع يا دكتور؟ هناك مسؤولية قومية للأطراف الوسيطة وخصوصا مصر، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي أحد ركائز السياسة الخارجية المصرية، وجزء منها مرتبط بالأمن القومي، والوسيط المصري هنا يتحرك مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن هذا الدور لا يعني لا يمكن أن نزايد عليه. في جزء منه هو مرتبط بحسابات كبيرة وحسابات متعلقة بتقييمات ما يجري في إسرائيل. يا سيدي، إسرائيل دولة مأزومة، صحيح أن لها أهداف معلنة وغير معلنة، وصحيح أن المخطط الترانسفير فشل وأفشلته الدولة المصرية قولا واحدا منذ بدايات هذه الأزمة، لكن هذا المخطط يعاد تدوير أفكار ورؤى مختلفة. أريد أن أشير إلى نقاط مهمة الآن تحدث فيها كيان دولة الاحتلال. جزء منه هو حالة التأزم. إسرائيل دولة مأزومة ودولة مذعورة لما تواجهه من خيارات، لا تصدق أن هناك اتفاق على إدارة القطاع. تحدث نتنياهو وتذكر أستاذ محمد على 7 جبهات إسرائيل تستطيع أن تحارب عليها، فشلت في التعامل واستخدمت القوة، ويجب أن نعترف أنه حالة التأزم هي مرتبطة بأزمة هيكلية بنيوية داخل المجتمع الإسرائيلي في هذا التوقيت، ويدور حوار مسكوت عنه في الميديا الإسرائيلية ومراكز بحوثها وغيرها مرتبط بإخفاق المشروع الصهيوني. إسرائيل لم تكمل 100 عام في الإقليم. ما يشغل العقل الإسرائيلي الآن هو الوجود على جزء من أرض إسرائيل. اليوم الحديث عن هذه النزعة العسكرية التي بدأت تعلن عن نفسها خلال 4 شهور الماضية بعد سلسلة التعيينات في الجيش الإسرائيلي. هناك وفرة قوة في الجيش الإسرائيلي أساسها القيادات الوسطى التي صعدت في المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل ليست نتنياهو فقط، نتنياهو هو الواجهة، لكن هناك عدد من القيادات التي صعدت بعد حالة الاستقالات وحالة الإخفاق التي عمت أجهزة المعلومات على مستوياتها المختلفة، واستطيع أن أعدد لحضرتك عدد كبير من الاستقالات والكثير التي أعلن بعضها وبعضها لم يعلن من أول رؤساء شعبة الاستخبارات العسكرية وتفاصيل خاصة بقادة التشكيلات والتعيينات الحديثة التي تمت، هي مرتبطة بجيل صعد وولد على أرض إسرائيل، أرض أورشليم وفق مزاعمهم. وبالتالي هذا الجيل الإسرائيلي الذي يدير الدولة الآن
لا يملك لا رؤى سياسية ولا رؤى استراتيجية للتعامل مع الموقف، وإنما هو يتحدث بمنطق القوة. لو أن لديك سيدي الأكرم جملة أخيرة، لأنه لم يتبقى إلا دقيقة أريد توزيعها على الضيفين الكريمين الآخرين، تفضل. دكتور طارق، جملة أخيرة أرجوك، ثم أذهب إلى الدكتورة هدى. يعني أنا في تقديري الشخصي أنه برغم وجود أهداف غير معلنة لنتنياهو، لكن لا أعتقد أن إسرائيل ستكمل مساراتها. وفرت القوة بتستخدمها، لكنها ليس لديها مشروع سياسي، وستستمر تواجه هذه الجبهات. انفتحت النار على إسرائيل يا سيدي في الإقليم، حالة الإخفاق وحالة اليأس في المجتمع الإسرائيلي كبيرة، والموضوع الآن أن كل إسرائيل تحت الأرض، القضية ليست في المواجهات. حالة الخطر عامة على المجتمع الإسرائيلي، وحالة الانكسار كبيرة في هذا الكيان، وبالتالي علينا ألا نتعامل على أن نتنياهو سيستطيع أن يذهب إلى مواجهات عديدة، ربما يدخل في يعني خطوات للتصعيد مع حزب الله، لكنها خطوات مرحلية. وإيران أيضا لا تريد حالة الحرب، تغيير قواعد الاشتباك غير وارد في ظل وجود نزعة عسكرية كبيرة، لا تملك إسرائيل سوى هذه النزعة العسكرية، وفرت القوة التي يمكن أن تستخدمها. نعم، لكن ليس لديها رؤية سياسية لإدارة المشهد، لا في غزة ولا حتى التعامل مع الضفة الغربية في هذا التطبيق. دكتورة هدى، تكرمي وباختصار لو تكرمتي بشرح النقطة التالية، لماذا تتهم إيران بأنها تناصب حملة دونالد ترامب العداء؟ لماذا هي تفضل أن يبقى الديمقراطيون في سدة حكم أمريكا؟ وهل هذا لهذا علاقة بتأخير الرد الإيراني على إسرائيل؟ لا، يعني هي طبعا خلينا واضحين في مبدأ ثابت، الإيرانيين براجماتيين جدا، وهم لديهم القدرة على أنهم يتعاملوا مع الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية. ده مبدأ رئيسي وأساسي واتضح عبر عدة إدارات، سواء كانت جمهورية في عهد جورج بوش الابن نفسه والمحافظين الجدد. هنجد أن إيران تعاونت معهم في أفغانستان وفي العراق، يعني المشهد في العراق تم هندسته من خلال واشنطن وطهران. وبالتالي الفكرة ليست هي طبعا لا تريد ترامب، لأن ترامب لديه نزعة نحو، يعني هو غير مضمون التصرفات، وبالتالي ربما يطلق يد إسرائيل في يعني تجاه إيران حينما إذا جاء هو رئيسا، مثل ما حدث قبل ذلك. كان هناك استهدافات كثيرة لإيران من قبل إسرائيل، وكان طبعا نتنياهو ترامب يعني أطلق حرية التصرف منفرد لإسرائيل، ومن جهة أخرى كان بيسعى إلى تشكيل يعني تحالف إقليمي ضد إيران، وبالتالي ربما ليس من مصلحة إيران أن يأتي ترامب. لكن هذا لا يعني أن إيران لا يمكنها أن تعقد صفقة مع إدارة ترامب إذا جاء. طبعا فكرة التلاعب فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية هي تهمة دائما طبعا ما تتهم بها إيران، لأن إيران لديهم قدرات سيبرانية عالية، فكرة الهاكرز أو من لديهم قدرة على التلاعب في الانتخابات، ويعني والأمور التجسس الإلكترونية، الإيرانيين والروس والصين دائما ما يتهموا من قبل الولايات المتحدة بهذه التهمة. وطبعا ليس بعيدا على إيران أن تقوم بذلك، كان هناك عدد من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية ما بين إيران وإسرائيل وواشنطن يعني في هذا الأمر. أذهب الآن إن سمحت لي يا دكتورة هدى، أنا آسف للغاية، الوقت يعني حرج، إلى الأستاذ ذكرنا في رام الله. باختصار شديد لو تكرمت، هناك من أشار ممن يدعون الحصافة السياسية ومعرفة الكواليس إنه الرئيس عباس أعلن عن زيارته المرجوة إلى غزة قاصدا أن يخفف الضغط الداخلي في الضفة، لأن الضفة تغلي يا أستاذ ذكرنا، ما قولك؟ صحيح، الضفة تغلي، وكل المؤشرات تقول بأن هناك لربما انفجار كبير قد يكون في الضفة، وهذا الانفجار قد ينسحب إلى عمليات فدائية وعمليات استشهادية، كما حاولنا المحاولة التي يعني لم تكتمل قبل يومين. ولكن سريعا، نعم، إسرائيل قد تكون دولة مأزومة، وكل المؤشرات إن أخذناها إلى علم الاجتماع هي دولة فاشلة، هي لديها عدم صناعة قرار بشكل صحيح، هي لديها عدم قدرة على الاستخدام الأمثل للقوة العسكرية، هي لديها عدم سيطرة على كامل الأرض التي تحوز عليها، لديها مؤشرات بحسب ماكس فيبر تنطبق على الدولة الإسرائيلية، ولكنه مشروع استعماري أمريكي.
بدليل أنه يضرب في لبنان ويضرب أستاذ في ذكرنا إيران. لا أعرف ما إذا كنت ستسامحني لكن الوقت انتهى علما بأن جملة أخيرة. نعم. أنا أعتقد أن إسرائيل وإيران يتصارعان على خدمة المصالح الأمريكية. أقدم عميق امتناني لضيوفي الكرام من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وكذا من القاهرة سعادة الدكتورة هدى رؤوف مديرة وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات. أما من رام الله فقد شرفنا الأستاذ أحمد زكرنا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. الشكر الجزيل لهم جميعا، والشكر الجزيل لكم بدوركم مشاهدي الكرام. أعود لكم للقائكم بعد دقائق، هذه المرة في الانتخابات الأمريكية، حيث الصراع سياسيا بين الأفيال والحمير في بلاد العم سام. إلى اللقاء.